والآن نتحول إلى أخبار الطقس والحالة الجوية. نعود فيها مرة أخرى إلى مصطفى مزار. إليك مصطفى. شكرا من جديد يوسف وشكرا سحر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة والجو فيها يكون حار. في الأسكندرية 30-22 الجو فيها حار، في مطروح 28-22 حار، وفي بورسعيد 30-22 حار، في الإسماعيلية 36-22 والجو أيضا فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 36 درجة مئوية والصغرى 21 والجو هناك يكون حار. في العريش 32-21 الجو حار، في طابة 35-23 الجو فيها حار، في شرم الشيخ 39-28 والجو فيها حار، في الغردقة 38-27 والجو أيضا فيها حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك تشير إلى أنها 42 درجة والصغرى 26 درجة والجو هناك شديد الحرارة. أيضا في أسوان 42 درجة والصغرى 29 وأيضا الجو هناك شديد الحرارة، وفي الوادي الجديد 41 درجة و24 الصغرى شديد الحرارة أيضا الجو هناك. في شلاتين 37-27 والجو حار، وأخيرا في حلايب 34-28 والجو فيها أيضا حار. والآن مشاهدين الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.